اعتقد الى انه برهم صالح في هذه القضيه في هذه في هذا الموقف سجل نقطه تاريخيه مشرقه ربما تتحول الى درس للسياسيين. هذا الدرس مؤداه انه يجب الحفاظ ويجب الركون الى اراده الجمهور او الى اراده الشارع. موقف شجاع وقاوم بكتل سياسية وربما قاوم برغبة دول جوار. برهم صالح في هذا العمل يكون قد تخل التاريخ، وأتمنى أن يستمر في هذا الموقف الوطني والشجاع.